بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولأخواتي متابعي قناة من صوت للبرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي. دائما مع المكونات المهمة في الدلفي والإضافات الجديدة في الدلفي. اليوم سنرى مكون من مكونات الحزمة Windows 10 التي أضيفت إلى الدلفي، وهو مكون Split View. لدينا مثال هنا عن Split View في حزمة Style Control VCL. إذن هنا لاحظوا، هذا هو الـ Split View. لما نفتحه يعمل Animation، ونستطيع وضع مكونات داخل هذا Split View لعمل قوائم جانبية إما على اليسار وإما على اليمين، مع بعض الإضافات مثل الصور والخلفيات هنا داخل Split View والألوان وهذه الباتنز الجميلة. إذن وهنا يعمل Animation كما تلاحظون، ومن خلال هذه الباتنز يمكننا هنا إضافة بعض الفورمز الانكلود، يعني انتجري داخل هذه الفورم الرئيسية، أو إضافة بانلز حاوية لمكونات أخرى مثل ما ترون هنا داخل هذا المثال. إذن نأتي إلى الدلفي، نأخذ مشروع جديد، ومن القائمة Windows 10 نضع Split View. إذن لما نضع المكون هنا يأخذ الألينمنت إلى اليسار باي ديفولت، ومن خلال الخاصية التي يحتويها المكون، يعني من بين الخصائص هي خاصية بليسمنت. وخاصية بليسمنت هي SVP، يعني Split View Position Left و Split View Position Right، يمكننا وضعه في اليمين ووضعه في اليسار. إذن والقيمة التي ينطلق بها هي ويدت خاصة ب 200 بيكسل، يعني 200 بيكسل. إذن يمكننا وضع داخل هذا المكون بعض البتنز لعمل قائمة جانبية مثلا، ونقوم بمحاذاة هذه البتنز في الطرف، ونضع Align with Margin ونعطيها Height 45، ونغير الفونت بالنسبة للفونت. هكذا نغير الكابشن الخاصة بها، Button 1 01، هنا 02، هنا 03، وهنا 04. إذن ننفذ. إذن لاحظوا كيف يظهر Split View وتظهر هذه الباتنز. إذن نغير لون Split View، هنا نغير لونه إلى Teal مثلا، يأخذ لون جيد جدا في هذا الفور. إذن نرى بعض الخصائص لهذا المكون. نبدأ من الأسفل، لدينا الويدث الخاصة به هي العرض الذي أخذه، visible يعني يظهر أو لا يظهر. لدينا pop-up menu، يمكنه استعمال pop-up menu يعني القوائم الجانبية. placement رأيناها left و right بالنسبة للغة العربية. ثم لدينا opened widget، هي بحسب عرض الويدت الافتراضي. ثم لدينا opened وهي الخاصية فتح و، لاحظوا فتح وغلق هذا المكون. ثم لدينا اسم هو split view، لدينا خاصية hint، ملاحظات enabled و disabled الخاصة بتنشيط وعدم تنشيط المكون عند فتح التطبيق. لدينا الخاصية color، لدينا الخاصية display mode، لدينا SVM split view mode
display docket و overlay. سنراها إذن. لدينا الكلوز ستايل، لدينا أولا الكالر ثم لدينا الكلوز ستايل، لدينا الكولابس ولدينا الكومباكت. ثم في حال الكومباكت لدينا كومباكت ويدث هي 50. لاحظوا هنا كومباكت ويدث، إذا كانت كومباكت فإنه تكون القيمة ويدث 50، يمكننا تغييرها إلى أي قيمة نريد. ثم لدينا البوردر ستايل بي اس ناون و بي اس سينجل، بدي مود ليفت تو رايت و رايت تو ليفت. بالنسبة للغة العربية لدينا البابل ايج والبابل انر كايند و اوتر بالنسبة لهذا المكون. لاحظوا إذا جعلنا هذه هكذا يظهر بهذا الشكل، كايند كذلك لاحظوا كيف تظهر، وفي الانر مثلا لو لاحظوا كيف يظهر هذا المكون عند التنفيذ. ها هو هذه الحواف تظهر في هذا المكون، يمكننا جعلها ناون كلها حتى يظهر فلات هكذا، يظهر فلات. البوردر ستايل قلنا بيس ناون. ثم لدينا الالاين ويد مارجن، ولدينا الديلي انيميشن ديلي، يعني هنا تغيير القيم هنا بالنسبة للظهور من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، يعني هنا animation step، كلما كانت القيمة صغيرة كلما كان الظهور ثقيل. ثم لدينا الانيميشن ديلي، يعني الوقت الذي تستغرقه الانيميشن، يعني الخاصة بالوقت. نضع هنا مثلا باتن، نأتي إلى هنا ونضع باتن، هذا الباتن أكتب له مثلا animates anim split. أوكي، نأتي إلى هنا ومن خلال الخاصية opened أجعلها false هكذا. ثم نأتي إلى anim split، أقول له if split view dot opened then، نجعل هنا الخاصية split view واحد open و else split view one close. ثم نأتي إلى الخاصية بالنسبة ل split view، نأتي إلى خاصية opened نجعلها true. إذن وننفذ. إذن هنا لاحظوا كيف يظهر ويختفي، هذه هي الخاصية التي يمتاز بها split view، وهنا نستطيع التحكم في الديلي الخاص ب هنا الخاص بالانيميشن ديلي انيميشن، هنا نجعلها مثلا 20 وهنا نجعلها مثلا 1 أو 2. ننفذ، نلاحظ
كيف تكون أو يكون بطء في الحركة، حركة الفتح. إذن أحسن قيمة هي القيمة الافتراضية التي كانت 10 نفيد. إذن لاحظوا أو نضيف إليها 5 تصبح 15، هي القيمة التي كان عليها سابقا. يمكننا عمل هكذا باتنز أو مكونات أخرى داخل هذا سبليت فيو. يمكننا أيضا تغيير من كولابس إلى كومباكت، لاحظوا من كومباكت إلى كولابس، والكومباكت ويدث هي 50. إذا جعلناها مثلا 0 ننفذ، إذن تكون قيمة 0. إذا جعلناها 50 كما في الأول، إذن هنا تصبح قيمة 50. جعلناها 60 تكون متطابقة مع القيم التي وضعناها سابقا. إذن لاحظوا كيف يفتح هذا سبليت فيو. يمكن هنا كتابة، وضع كتابة في البطن وصورة، وعند الغلق تظهر الصورة فقط تماما مثل المثال الذي رأيناه في بداية الفيديو، وعند الفتح تظهر الصورة مع الكتابة. إذا كان هذا درس حول مكون سبليت فيو وكيفية استعماله، والمتواجد ضمن حزمة ويندوز 10 المضافة إلى الدلفي 11.2. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.